الأمم المتحدة تؤكد فرار أكثر من 360 ألف فلسطيني من رفح، ونتنياهو يؤكد الاستمرار بالحرب حتى النهاية. وزير خارجية إيران يقول إن مفاوضات جارية بين طهران والقاهرة بشأن تطبيع العلاقات. تقرير بريطاني يؤكد أن النار تستخدم كسلاح في حرب السودان، ويؤكد تضرر 72 قرية من الحرائق الشهر الماضي. ساعة إخبارية مفصلة من الحدث معكم المبروك صغير، أهلا بكم. أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة أن الحكومة لم تتفق بعد مع الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بشأن مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات. وذكرت الهيئة أن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة يضغطون باتجاه استئناف المفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي في القاهرة على أمل الوصول إلى صفقة جديدة. وأضافت نقلا عن مصادر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية قد تجتمع الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف التفاوض. وكانت المفاوضات قد تعثرت في القاهرة بعدما قالت حماس إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحركة مقترحا معدلا غير مقبول بالنسبة لها. لليوم الثالث يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية الواسعة في مخيم جباليا، حيث شن أحزمة نارية على شارع السكة ووسط المخيم وبيت لاهية بالتزامن مع حركة نزوح للسكان. لليوم الثالث على التوالي تستمر العملية العسكرية في مناطق شمال قطاع غزة، بالتحديد في منطقة معسكر جباليا، والآن نحن في قلب المعسكر. وحركة النزوح التي نشاهدها بفعل تقدم آليات الجيش الإسرائيلي خلف مراكز الإيواء بشكل مباشر وبشكل ملاصق، وتقوم الآن بإطلاق القذائف المدفعية على السكان وكذلك الرصاص عليهم. نشاهد الآن حركة النزوح والخوف والهلع الشديد الذي يصاحب تواجد هؤلاء السكان وانسحابهم من هذه المنطقة. آليات الجيش الإسرائيلي في نهاية هذا الشارع تتقدم بشكل سريع جدا وتطلق رصاص دباباتها على هؤلاء السكان. القذائف المدفعية لم تتوقف طوال هذه الفترة حول مراكز الإيواء دفعا للسكان وإجبارهم على الخروج من هذه المنطقة. أيضا في نهاية الصورة هناك نشاهد بلوك 2 في نهاية هذا الشارع، هذا البلوك الذي تم استهدافه بعدد من الصواريخ الحربية ليلة أمس، ووصل عدد من الضحايا والإصابات إلى مجمع كمال عدوان الطبي. لم تتوقف أصوات إطلاق النار خلال هذه الفترة من هذا الاقتحام مع تقدم هذه الآليات نحو معسكر جباليا. حالة من الخوف الشديد تصاحب السكان والمواطنين خلال رحلة نزوحهم إلى مرات عديدة لا يعرف عددها، خوفا من هذه الاستهدافات بعيدا عن مراكز الإيواء في هذه المنطقة. جينا من نفتح الصفوف نقعد، جيت ما فتحت الصف بدي أعمل أكل لعيالي، ما شفت إلا العيش إلا الدبابة توقفت وطخ علينا في قلب شو اسمه المركز اللي إحنا قاعدين فيه تبع الإيواء وبس، وقعدنا نجري ونزعق على الكل يجري والصغار يصرخوا. هاي اللي صار، حسبي الله عليهم اليهود. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته على طرف هذا الشارع، وفي نهايته حركة النزوح مستمرة وحركة هروب المواطنين وفرارهم من هذه المنطقة خوفا من استهدافات من قوات الجيش مستمرة إلى مناطق أخرى بعيدا عن هذه المنطقة. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث.
من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة مرحبا بك، آخر التطورات من عندك؟ لازلنا نشاهد هذه الصور المباشرة لارتفاع أعمدة الدخان من مناطق في غزة، المزيد من عندك. نعم، الضربات الإسرائيلية المتواصلة على منطقة وسط مدينة رفح أقصى منطقة جنوب قطاع غزة أجبرت كل النقاط الطبية الموجودة في منطقة مدينة رفح تحديدا في منطقة الوسط على الإخلاء والخروج من هذه المنطقة تحت كثافة الضربات النارية الإسرائيلية، بالإضافة للتوغل البري والاقتراب من وسط مدينة رفح. كان هناك عدة نقاط منتشرة وعيادات موجودة حتى هذه اللحظة في منطقة مدينة رفح على اعتبار أن هناك إصابات، وسيتم نقل هذه الإصابات إلى هذه العيادات والنقاط الطبية وسيتم تقديم العلاج إلى هؤلاء المرضى، ولكن بسبب كثافة النيران الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية تم خروج وإخلاء كل هذه المناطق في المنطقة الوسط في مدينة رفح والخروج باتجاه منطقة مواصي خان يونس. الآن أصبحت كل مدينة رفح بدون أي عيادة أو مكان لتقديم الرعاية الطبية باستثناء مستشفى الكويت التخصصي الموجود في المنطقة الغربية لمدينة رفح، وهو لا يستوعب كل هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات والضحايا الذين وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة في حال حصل أي تطورات في الأيام المقبلة. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت قبل قليل. طيب اعذرنا على المقاطعة، سنعود إليك في ساعات مقبلة. مراسل الحدث من خان يونس أسامة الكحلوت، ننتقل مباشرة إلى كلمة مندوبة فرنسا في مجلس الأمن. على المستوى الأمني لابد من تحويل هدنة الأمر الواقع إلى وقف دائم وكامل للأعمال العدائية لتجنب أي استئناف للنزاع على الأرض. أما الوضع الإنساني فمأساوي وقد تدهور في الأشهر الأخيرة، وكما أن انعدام الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن فيؤثر على كلفة العمليات الإنسانية والإمدادات الإنسانية. على الحوثيين أن يكفوا عن تقويض اقتصاد اليمن وشن حرب اقتصادية. هذا النهج غير المسؤول يساهم في إفقار الشعب. علينا أن نعمل معا للاستجابة إلى حاجات المدنيين في اليمن. في العام 2024 أكثر من نصف سكان اليمن سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية، كما أن انعدام الأمن الغذائي يطال 70% من الأطفال دون سن السنتين، وتشغلنا كذلك انتشار الكوليرا التي تنتشر في كل المناطق. للتصدي لهذا الوضع من الأهمية بمكان أن نضمن كل المنافذ الإنسانية والسماح للطواقم الإنسانية بأن تمارس مهام من دون عوائق، ولا سيما النساء من هذه الطواقم في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية. السيد الرئيس نعرب عن قلقنا إزاء تزايد عمليات التوقيف والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد الشعب اليمني، مثل تدمير منازل في ردع الشهر الماضي ما أدى إلى مقتل كثر بما في ذلك نساء وأطفال. فرنسا تؤيد الآليات الأممية التي تعمل لتعزيز الاستقرار والأمن في اليمن، مثل آلية الأنفيم التي تساهم في الحد من الاتجار بالأسلحة في البحر الأحمر وتسهل الاستيراد التجاري وكذلك إيصال المساعدات إلى اليمن، ولابد بالتالي من تعزيز الأنفيم وتمويلها بشكل أفضل. أخيرا، الحل السياسي هو الوحيد الذي سينهي النزاع في اليمن، وتكرر فرنسا دعمها للمبعوث الخاص وجهوده لتنفيذ خريطة طريق سياسية جامعة. نؤكد على أهمية المشاركة الفعالة للنساء اليمنيات في المفاوضات، وندعو الحوثيين إلى اختيار عملية السلام تحت مظلة المبعوث الخاص، ونرحب بجهود المملكة العربية السعودية وعمان وسائر الأطراف الإقليمية. شكرا. أشكر سعادة ممثلة فرنسا على بيانها، وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل الصين. سيد الرئيس، نشكر المبعوث الخاص كرونبرغ ووكيل الأمن العام جريفيس على الإحاطات المقدمة، ونرحب بسفير اليمني معنا اليوم، وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأحيي وكيل الأمن العام جريفيس وأشكره على مساهماته وجهوده خلال فترة خدمته. سيد الرئيس، تدعم الصين المبعوث الخاص كرونبرغ والأطراف المعنية في جهودهم النشطة لدعم عملية السلام في اليمن، وألقي الضوء هنا على نقاط ثلاث. أولا، أن تسوية الأزمة الأمنية تستدعي الاعتماد على الجهود الدبلوماسية والسياسية وعلى الأطراف المعنية أن لا تنسى أهمية مصلحة الشعب اليمني في
السعي معا والوصول إلى اتفاقات في منتصف الطريق والعمل في إطار عملية بقيادة وملكية يمنية، والأطراف القادرة على التأثير على الأوضاع في اليمن عليها أن تلعب دورا بناء في هذا الإطار. تسوية القضية اليمنية تستدعي أيضا نزع فتيل التصعيد في منطقة البحر الأحمر، وهنا ندعو الحوثيين لاحترام حقوق الملاحة للسفن التجارية في البحر الأحمر بحسب أحكام القانون الدولي، وتتوقف عن الهجمات وأعمال التحرش ذات الصلة، ونطلب من الأطراف على ممارسة ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات تزكي من التوترات. تسوية الوضع الإنساني يعني إلى الأولوية للوصول للمساعدة الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يعظم من المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن وأن ينفذ تعهداته في أقرب الأجال وأن يوفر المساعدة والغذاء وما هو مطلوب دون أي تأجيل إضافي. الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر قد هددها النزاع في غزة، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يحدث منذ 7 أشهر، وإن هذا الاقتتال لا يتسبب إلا بتعميق الكارثة الإنسانية ووقوع الإصابات الهائلة وهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ونحن نحس على التنفيذ السريع للقرارات 27/12/27/27/28، ونطلب من الدول المعنية تكثيف جهودها والضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات، ونحن مستمرون بالعمل مع الأطراف لتيسير وقف إطلاق النار في غزة وأعمال قتالية وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وشكرا سيد الرئيس. أشكر مندوب الصين على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل اليمن، تفضل. اسمح لي في البداية سيد الرئيس أن أتقدم إليكم بالتهني على رئاستكم لمجلس الأمن لهذا الشهر، وتمني لكم كل التوفيق والنجاح، وأشكر سلفكم الأخت العزيزة المندوبة الدائمة لمالطة على رئاستها الناجحة في الشهر الماضي. أتوجه بالشكر للسيد هانس جرينبرج على إحاطته، وأتوجه بالشكر كذلك للسيد مارتن غريفيس على إحاطته، ونشكره على كل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية منذ توليه منصبه، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في اليمن. مع كل التمنيات له بالصحة والسعادة والتوفيق. السيد الرئيس، تؤكد الحكومة اليمنية مجددا على التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي إلى تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الأساسية للحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي المقدمة القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة في اليمن. وأمام هذه الجهود، إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية وبدلاً من التعاطي الجاد والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بجهود الإشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، اختارت هذه الميليشيات نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التهديد باستهداف المنشآت النفطية في محافظة مأرب، مما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين. وفي هذا الصدد تثمن حكومة بلادي جهود الإشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية والحريات العامة. ونشدد على أهمية إعادة النظر في
طريقة التعاطي مع الميليشيات الحوثية لإحياء مسار السلام، حيث أن من أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية حتى الآن يرجع إلى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه الميليشيات وعدم التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم يؤكد جدية ورغبة الحكومة اليمنية في تحقيق السلام ونهاية هذا الصراع، ولكن هذا الاتفاق يؤكد أيضا خداع ومراوغة الميليشيات الحوثية التي للأسف الشديد قوضت تنفيذ هذا الاتفاق ووفر هذا الاتفاق ضمانة للميليشيات الحوثية للسيطرة على مدينة الحديدة وموانيها وتحويل هذه المدينة والموانئ إلى منصة لاستهداف طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهذا ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارا. السيد الرئيس، إن من مرتكزات السلام المستدام في اليمن هو وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين، ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب والعنف، ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية. ولذلك فإن أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن قابلا للحياة والاستمرار لا بد أن يتضمن هذه الأسس، حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملا لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية ومصدرا لتهديد الأمن والسلم الأقليمي والدولي. وتشدد حكومة بلادي على أهمية أن يكون هناك ضغط حقيقي وفعال من المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر على الميليشيات الحوثية للتعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح قياداتها وداعمها النظام الإيراني، والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني. السيد الرئيس، تولي الحكومة اليمنية أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها الحتمية في هذه الظروف الاستثنائية، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وانتظام دفع مرتبات الموظفين، وتمضي الحكومة قدماً في مسار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، وتفعيل أداء مؤسسات الدولة، وتقديم نموذج عملي للعلاقة مع القطاع الخاص، وخلق شراكة على المستوى الدولي لتجاوز الصعوبات والتحديات الراهنة والنهوض بالاقتصاد وتحقيق المزيد من التنمية، والحد من تداعيات هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وأثارها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة الأزمة الإنسانية، فضلاً عن الإجراءات التدميرية للقطاع المصرفي. وتدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في اليمن. السيد الرئيس، في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي الذي فرضته الميليشيات الحوثية وتدهور الوضع الإنساني والخدمات العامة والبنى التحتية وأزمة النزوح الداخلي والكوارث المرتبطة بالمناخ وما يصاحبها من انتشار الأوبية والأمراض، يهدد نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 بحرمان ملايين المحتاجين من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وينذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية خاصة في أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لا سيما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيدا عن مستحقيها. وتثمن الحكومة اليمنية الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وباقي الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، ونؤكد حرصنا على تقديم
كافة أشكال التعاون والتنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الجهود. تناشد حكومة بلاد المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الصخير لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، وتدعو إلى معالجة فجوة التمويل القائمة بشكل عاجل، ونضم صوتنا للتحذيرات التي أصدرتها المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن من أن التقاعس مع أن التحرك في هذا الوقت سيكون له عواقب وخيمة على أرواح المحتاجين في اليمن، معظمهم من النساء والأطفال. السيد الرئيس، تستمر الميليشيات الحوثية في عملية تجنيد آلاف الأطفال واستخدامهم في حربها، حيث تواصل المتاجرة بالقضية الفلسطينية العادلة لاستدراج الأطفال وتجنيدهم وتدريبهم وغسل عقولهم بالأفكار المتطرفة وشعارات الموت والعنف والكراهية وتفخيخ مستقبلهم ومستقبل اليمن، مما يؤكد استعداد هذه الميليشيات لدورة تصعيد جديدة وقودها هؤلاء الأطفال في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام أكبر عمليات تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية، وفي تجاهل لمخاطر هذه الجريمة على حاضر ومستقبل الأجيال القادمة وحقها الطبيعي في الحياة وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة أزاء هذه الانتهاكات بما في ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن أنشطة تجنيد الأطفال ضمن قوائم العقوبات. ختاما السيد الرئيس، أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات وإنهاء الصراعات والحروب، وهو السبيل لتسخير الإمكانيات والطاقات للبناء والتنمية. ونعبر هنا عن التقدير والامتنان لجميع الأشقاء والأصدقاء على دعمهم ومساندتهم لجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم من أجل إحلال السلام وإنهاء الصراع وتطبيع الأوضاع الاقتصادية وعودة الأمن والاستقرار والتنمية إلى اليمن. شكراً للسيد الرئيس. أشكر مندوب اليمن. إذن مشاهدينا، كنا نتابع معكم هذا الجزء من كلمات المندوبين في مجلس الأمن في الجلسة الخاصة بمجلس الأمن، كان آخرها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة الذي قال بأن الميليشيات الحوثية تستمر في تجنيد آلاف الأطفال للزج بهم في الحرب، وأن الميليشيات تمارس حربا اقتصادية ممنهجة ضد الشعب والحكومة مستمرة بالإصلاح الاقتصادي والإداري، كما أنه يجب أن تكون هناك ضغوط دولية أكثر ضد الميليشيات الحوثية نحو السلام. وأن اتفاق ستوكهولم يؤكد جدية ورغبة الحكومة اليمنية في إحلال السلام. إذن كان هذا جزء من الجلسة التي تابعناها على الهواء مباشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تجاوزت مرحلة الحوار الإيراني العربي، وهي الآن في مرحلة الحوار الإقليمي بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم. وفيما يتعلق بشأن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران، قال عبد اللهيان إن طهران تجري مفاوضات مستمرة مع وزير الخارجية المصري حول كيفية تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران، مضيفا أنه تم اتخاذ خطوات مشتركة لمواصلة التعاون مع مصر لتشمل أيضا التعاون الإقليمي والعالم الإسلامي والعربي. من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. ما هي المخاوف اليوم التي تعطل هذا التطبيع المصري الإيراني؟ يعني في البداية لم أفهم كلام وزير الخارجية الإيراني الذي قال انتهينا من الحوار العربي أو التفاهم مع الدول العربية وننتقل الآن إلى الإطار الإقليمي. لم أفهم ماذا يعني بالإطار العربي وماذا يعني بالإطار الإقليمي. هذه نقطة. النقطة الثانية أن المشاكل الجوهرية الموجودة في العلاقات المصرية الإيرانية لم تتغير. موقف إيران
من كل قضايا المنطقة، تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، استمرار النهج المتشدد للإيرانيين والتهجم على مواقف دول عربية، واستخدام القضية الفلسطينية للمزايدة على الدول العربية، إضافة إلى المشاكل الذاتية التي تتعلق بموقف إيران من مصر منذ ثورة 79، وإيران الإسلامية احتفت باغتيال الرئيس السادات وأسمت أحد أكبر شوارع طهران باسم الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، وحينما أرادوا التقرب مع مصر غيروا اسم الشارع، لكن الحرس الثوري بعده بأيام قليلة أقام تمثالا للإسلامبولي. وبالتالي يعني إيران حتى هذه اللحظة ليست جادة في إقامة علاقات طبيعية مع مصر، وأتصور أن الخلافات لا زالت كبيرة للغاية، ودائما ما نسمع تصريحات من المسؤولين الإيرانيين تكون متناقضة مع الواقع وتوحي بأن بعكس مثلا تركيا قالت أننا نسعى لتحسين العلاقات مع دول الجوار العربية وغيره، وبادرت وجاء الرئيس أردوغان إلى القاهرة، ويعني تم الاتفاق وفتح كل الملفات، وبالتالي العلاقات تتحسن تدريجيا مع تركيا. أما إيران فأنا لا أجد حتى اللحظة أي مؤشر على تحسن في الأفق ما بين مصر وإيران. طيب دكتور ابقى معنا، نذهب إلى طهران لأن معنا من هناك مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، نشركه معنا في الحوار. دكتور صادقيان مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هل بالفعل لا وجود لأي مؤشرات على تحسن العلاقات اليوم بين القاهرة وإيران؟ وأيضا كان عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد قال أنه لم يفهم ما قاله وزير الخارجية الإيراني، ما الذي يعنيه بالإطار العربي فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع القاهرة؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. أنا أعتقد بأننا يجب أن ننظر إلى نصف الكأس المليان من العلاقات الإيرانية المصرية والإيرانية العربية بشكل عام. نستطيع أن ننظر إلى نصف الكأس الفارغ، لكني أنظر إلى المستقبل. إذا أردت أن أفتح الملفات السابقة، السنين السابقة، بالتأكيد هي سنين لم تكن يعني مقبولة لدى الجانبين الإيراني والمصري، لكن يجب علينا أن نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعامل في العلاقات الاقتصادية، العلاقات السياسية والعلاقات الأمنية أيضا. وبالتالي دعني أشير إشارة، لا أريد أن أتطرق إلى الماضي، دعني أشير إلى إشارة بأن رئيسي جمهورية إيران، اثنان من الرؤساء زاروا مصر، وبالتالي هناك الكثير من الجهود. يعني عندما نقول بأننا لا نشاهد مؤشرا على تغيير في السياسة الإيرانية، يعني أعتقد بأنه فيه نوع من المغالاة، لكن في الحقيقة أن هناك رئيسين إيرانيين زارا مصر، وبالتالي مصر فتحت أيديها لأكثر الآن حدود 20 سنة، تريد أن تقيم علاقات جيدة مع القاهرة، لكن يبدو بأن هناك يد مغلولة في مصر، سواء كان في عهد الرئيس السيسي أو قبل الرئيس السيسي، يعني هناك يد مغلولة. الأسباب حقيقة في بعض الأحيان تكون غير واضحة، لماذا لا تريد مصر فتح علاقات، مع العلم أن إيران فتحت الكثير من الأبواب سواء كانت الاقتصادية، وأنا أعتقد بأن مصر تحتاج الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الوضع الأمني، إيران لديها ما تقدمه لمصر. لكن بشكل عام نتحدث عن العلاقات الإيرانية العربية ومنها مصر، أنا أعتقد بأنه من مصلحة الوضع العربي والوضع الإقليمي بشكل عام أن ننفتح في العلاقات البينية، لأنها تستطيع أن تكون هناك في تكامل اقتصادي، تكامل سياسي، تكامل أمني، وبالتالي إيران تستطيع أن تستفيد من مصر،
مصر أيضا تستطيع أن تستفيد من إيران، وهذه العلاقات التي برزت بعد 7 أكتوبر في الاتصالات الهاتفية التي تمت أو حتى في اللقاءات المباشرة في بعض المناسبات العربية، سواء كانت في الرياض أو في الولايات المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة. أنا أعتقد بأن هذه الاتصالات التي تمت بين وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان مع نظيره المصري، يعني أعتقد بأن هذه اللقاءات يجب علينا أن نضعها في إطارها الصحيح. وبالتالي يعني إيران الآن عندما يتحدث أمير عبداللهيان يتحدث عن رغبة إيرانية في فتح العلاقات وتطبيق وتوسيع هذه العلاقات، تنمية هذه العلاقات ليس على المستوى السياسي والأمني فقط، وإنما حتى على المستوى الاقتصادي أيضا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك رغبة من الجانب الآخر، من الجانب المصري، لتجاوز بعض المحددات التي هي غير واضحة حقيقة. طيب، لماذا يد مصر مغلولة أمام؟ طيب دعني وجه هذه النقطة لضيفي من القاهرة الدكتور عماد. دكتور عماد، يقول ضيفنا من إيران أنه طهران بالفعل اليوم هي تسعى وبشكل مكثف لعودة هذه العلاقات، ولكن هناك نوع من الفتور من الجانب المصري في فتح أفق التعاون ما بين البلدين. هل هناك فتور من الجانب المصري فيما يتعلق بعودة هذه العلاقات، وما هي الأسباب إن كانت موجودة؟ سيدي الفاضل، أنا عادة ما أتابع ضيفك الكريم وضيوف آخرين من طهران يتحدثون لغة جميلة للغاية، يتحدثون لغة سلام ولغة أمن ولغة اطمئنان، ويمررون بعض المعلومات التي يعني تكشف حقيقة وجود مشكلة في العقلية الإيرانية. يعني ضيفك الكريم مع كل الاحترام والتقدير له يقول أن رئيسان إيرانيان زار القاهرة، لا، لازم نقول إيه الزيارتين دول جم في أي سياق. زيارة الأولى لخاتمه كان في إطار مؤتمر إسلامي، لم يكن من حق مصر أن تمنع، مثلما ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع أي دولة أن تحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أرجوك ألا تكرر الحديث عن زيارة أحمد نجاد، لأن زيارة أحمد نجاد جاءت لجماعة الإخوان المسلمين ولمحمد مرسي وأثارت استياء شديد للغاية داخل مصر، لأن أحمد نجاد حينما دخل باحة المسجد الأقصى الأزهر أشار بعلامة النصر وهو ما استفز المصريين. النقطة الأساسية أن الموضوع ليس يا سيد صدقيان موضوع نصف كوب ملآن ونصف كوب فاضي أو فارغ، قد يكون نصف الكوب الفارغ ملغم، يعني بمعنى أن مصر تريد أن تقيم علاقات طبيعية مع الجميع بالتأكيد، وكانت علاقتنا على فكرة قبل 79 جيدة جدا مع نظام الشاه، نحن لا نعادي أحد وبالذات دول تاريخية مثل وذات حضارة مثل إيران، لكن عليك أن تحترم الآخر ولا تتدخل في شؤونه. يعني هناك معلومات، أنت مش عايز ترجع للتاريخ و79، لكن أيام حكم الإخوان جه قائد الحرس الثوري الإيراني وحاولوا استنساخ التجربة عندنا في مصر، لولا ربنا كرمنا وحكم الإخوان ما كملش سنة عندنا، نجاد جيب دعوة من مرسي. النقطة الأساسية أن إيران مشتبكة في كل ما يهز أمن المنطقة. في البحرين هناك هز للاستقرار، في لبنان هز للاستقرار، في العراق هز للاستقرار، في سوريا هز للاستقرار، في اليمن. أتعلم حضرتك بتكلم على الجوانب الاقتصادية وبتاع، أتعلم أن ميليشيات الحوثي تسببت في خسارة أكثر من 5 مليار دولار لمصر منذ بدأت استهداف السفن؟ وهل استهداف السفن أنت مقتنع أنه يخدم قضية غزة؟ يعني كلام غير معقول وغير منطقي. ولنا في لبنان أسوة حسنة، تعطيل انتخاب الرئيس،
الخروج وضرب المعارضة اللبنانية، فإذا أردت أن تقيم علاقات جيدة مع مصر عليك أن تتحول إلى فاعل سلام وليس مستخدم لفصائل المسلحة. وأنا أتمنى عودة العلاقات الجيدة بين مصر وإيران، كل منهما لها حضارة تاريخية ولنا علاقات تاريخية تضرب بعمقها في التاريخ، لكن منذ 79 وهناك مشكلة حقيقية في العلاقات المصرية الإسرائيلية، استضافة رموز من القاعدة، التدخل بشكل أو بآخر. فدكتور صدقيان لو سمحت يعني خلينا نقول الحقائق، ولو حبينا نقيم علاقات جيدة نطرح كله على الترابيزة. يعني تركيا عملت نفس اللي انتوا عملتوه وعايزين علاقات جيدة مع مصر و لكن لما ناقشنا الأمور على الترابيزة العلاقات رجعت جيدة، لكن تركيا هناك بعض المشاكل القائمة، لكن على الأقل تكون هناك رغبة حقيقية لحل المشاكل ووقف التدخل في 4 عواصم عربية. نعود إلى الدكتور صادقيان. تتبسم دكتور، يعني يقول لك الدكتور عماد إذا تريد إيران علاقات جيدة يجب أن تقدم السلام، عندما وكل ما تتدخل في أي منطقة عربية يتواجد الخراب وعدم الاستقرار، ولك في لبنان والعراق واليمن خير مثال. يعني أنا كنت أتوقع وأفرح أيضا أن يجيب الدكتور عماد على ما قلته بوجود محددات، هو لم يجبني ما هي المحددات التي تقف وراء عدم تطبيع العلاقة بين القاهرة وطهران. هو قال بأن الدول العربية ودخول إيران في الدول العربية وما شكل ذلك، أنا أتحدث عن العلاقات الإيرانية المصرية. هو قال بأن يجب أن لا نذكر المصريين بزيارة أحمد نجات إلى القاهرة. أحمد نجات زار القاهرة في زمن كان هناك انتخابات وفاز هناك رئيس، من يكون الرئيس؟ يعني هذه قضية داخلية، يجب يعني أن يوافقني الرأي دكتور عماد أنه يجب إيران أن لا تقول بأن هذا الرئيس هو شرعي أم غير شرعي، هو فاز بانتخابات شرعية ووجهت له الدعوة وزار. وفي كل ذلك أيضا في زمان مرسي أيضا لم تنفتح القاهرة على طهران، بالرغم من أن هناك كان إسلام سياسي في مصر وإسلام سياسي في إيران، القاهرة لم تنفتح على طهران. وهذه المحددات التي كانت موجودة ولا زالت موجودة هي كانت قبل مرسي وبعد مرسي، وبالتالي في كل الأحوال القاهرة لم تنفتح. ويبدو لي بأن هناك هذه المحددات التي لم تجعل القاهرة تنفتح على طهران، بالرغم من أن قلت بأن اللقاءات التي تمت بعد 7 أكتوبر والاتصالات التي تمت والتعاون الذي تم بين عبد اللهيان ونظيره المصري فيما يخص السلام والورقة المصرية والورقة القطرية لوقف إطلاق النار في غزة، كان هناك تبادل وجهات نظر وكانت هناك هذه التبادل وجهات نظر جيدة. وبالتالي أنا أتطلع للمستقبل وفق أطر منطقية وفق الواقعية السياسية من أجل أن نبني هذه العلاقات. طيب وبالتالي دكتور، عندما نريد أن نقول الإسلامبولي وهذا الشارع وذاك الشارع، أنا أعتقد بأنه لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة تخدم الواقع العربي. لدينا نصف دقيقة فقط دكتور، عذرني على المقاطعة. إليك دكتور عماد جاد إذا كنت تريد أن تعقب على ما قاله صادقيان في أقل من نصف دقيقة لو سمحت. لا، في أقل من نصف دقيقة، أنا لم أهرب من المحددات. المحددات هي ضمان الاحترام المتبادل، احترام الأمن القومي المصري، عدم التدخل في الشؤون الدول العربية، عدم تشجيع الميليشيات المسلحة خارج إطار الدول. والسيد صدقيان قال كلمة أتصور أنه يعني المفترض دبلوماسيا أن يسحبها، وهي فكرة أن يد مصر مغلولة وكأن هناك طرف ضاغط عليها يقول لها لا تطبعي مع إيران، لا تطور العلاقات مع إيران، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وغير صحيح. نتمنى تحسين العلاقات مع إيران، لكن متى توقفت إيران عن التدخل وعن إثارة القلاقل في عواصم عربية
أبرزها لبنان، بغداد، اليمن، إحنا مضارين مباشرة للدكتور صدقيان. يعني نعم. يعني وصلت الفكرة. الحوثيين بسلاح إيراني يضربون السفن ونحن نخسر خسارة ضخمة. شكرا جزيلا لك من القاهرة، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد. من طهران كان معنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، شكرا جزيلا لكما. وفي النشرة ولكن بعد قليل، القضاء التونسي يأمر بسجن المحامية الدهماني. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خلصت دراسة بريطانية حقوقية إلى أن طرفي الصراع في السودان يستخدمان الحرائق كسلاح دمر مزيد من القرى والبلدات في أبريل الفائت، موضحة أن 72 قرية وبلدة إما دمرت أو تضررت ليصل إجمالي عدد القرى المدمرة منذ بدء الحرب إلى 200 قرية. الدراسة ذكرت أنها استندت في استنتاجها إلى تقارير تفيد بنشوب قتال أو شنغارات جوية بالتزامن مع مجموعات من الحرائق، كما أضافت أن محققين فحصوا أنماط الحرائق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الاصطناعية وبيانات تابعة لوكالة ناسا. حذرت منظمة السودان لسرطان الأطفال من أن أكثر من 200 طفل مصاب بالسرطان حياتهم مهددة بانقطاع الأدوية عنهم، ونبهت في تصريح صحفي المعنيين إلى أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لتوفير أدوية بقيمة 55,000 دولار أمريكي لوقف تدهور حالتهم الصحية. قالت المنظمة أن الأطفال موجودون في مدينة ماراوي بشمالي السودان أيضا في حاجة إلى توفير السكن الملائم والغذاء الصحي والانتقال إلى مركز العلاج، وهي مطلوبات أساسية إلى جانب العلاج الكيميائي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاشتباكات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان أدت إلى تفاقم سريع للأوضاع، وأدانت المنظمة الأممية عبر منصة إكس الهجوم الذي وقع قرب مستشفى الفاشر للأطفال الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود والذي أفضى إلى وفاة طفلين وتوقف المستشفى عن العمل، داعية الأطراف السودانية إلى حماية المدنيين وضمان سلامة المنشآت الصحية وفقا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة. من أم درمان معنا الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر، شهدي آخر التطورات من عندك.
نعم المبروك. لربما يمكن أن نقول حذر هي ما تزال تسيطر على المشهد، تنتاب عدد من جبهات القتال، وإن كانت جبهة شمال مدينة بحري صباح هذا اليوم قد شهدت بعض عمليات القصف تحديدا من جانب الجيش مستهدفا بعض التجمعات والمواقع التابعة لقوات الدعم السريع، إلا أن سرعان ما عاد لها الهدوء. اليوم لم نشاهد على غير العادة أعمدة الدخان تتصاعد كما كان خلال يوم أمس، والذي كان يوما يمكن أن نقول بأنه طويلا استمر حتى منتصف الليل عبر تحليق مقاتلة تتبع لها الجيش السوداني شند عدد من الغارات في شرق مدينة الخرطوم، كذلك شرقي مدينة الخرطوم قبل لحظات بحسب ما علمت أنه قد كان هدفا لمدفعية الجيش التي ردت على عملية القصف بالراجمات التي دوت من أو انطلقت من مواقع قوات الدعم السريع مستهدفة بعض مقار الجيش في وسط العاصمة الخرطوم ليرد الجيش بعمليات قصف مدفعية مستهدفا مواقع انطلاق هذه الراجمات. ولكن على العموم يمكن أن نقول بأننا نشهد يوما هادئا بدون تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، تشهد عدد من الجبهات المألوفة والمعروفة حالة هدوء حذر في ظل ارتفاع كبير المبروك هنا في العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاثة في درجات الحرارة التي تخطت حاجز 45 درجة مئوية، في ظل انقطاع مستمر في التيار الكهربائي في مدينة الخرطوم لفترة اقتربت من الشهرين، كذلك عدد من أحياء مدينة بحري. مدينة درمان كذلك دخلت على خط القطوعات منذ يوم أمس فيها التيار الكهربائي، في هذه اللحظة التي نتحدث فيها التيار الكهربائي مقطوع منذ حوالي ساعتين. إذا ما انتقلنا غربا وتحديدا في مدينة الفاشر أيضا تسود فيها حالة من الهدوء الحذر عقب يومين من الاشتباكات وعمليات القصف التي طالت عدد من الأحياء من جانب قوات الدعم السريع. ما جرى هناك كما تعلم خلف وما يزال تداعيات إنسانية وظروف صحية صعبة إثر خروج إحدى المشافي المتخصصة في علاج الأطفال عن الخدمة وبقاء مستشفى واحد وهو المستشفى الجنوبي في الخدمة. هذا المستشفى استقبل أكثر من 200 ما بين مصاب وما بين قتيل جراء الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر وتحديدا أنحاءها الشمالية والشرقية من معارك وعمليات قصف بالأسلحة الثقيلة التي تساقط عدد كبير منها داخل الأحياء، ما قاد إلى عمليات نزوح بالنسبة لسكان المناطق المتاخمة للاشتباكات إلى عمق المدينة وإلى المناطق الجنوبية الأخرى. شكرا جزيلا لك من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث شهد نادر. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي السوداني محمد الأسبط، مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ محمد. تطورات كبيرة واشتباكات لربما هي الأعنى فيما يتعلق بالفاشر ودارفور، هل تنبئ بالمزيد من التصعيد المحتمل أي لا حل دبلوماسي في الأفق؟ مساء الخير، تحية لك أستاذ المبروك والتحية للمشاهدين الأعزاء. مع كل أسف كل المؤشرات سواء كان من خلال البيانات التي تصدر أو من خلال التصريحات أو من خلال المخاطبات من قبل قادة الجيش من جهة وقادة الدعم السريع من الجهة الأخرى، كلها تؤشر إلى أن لا إرادة لدى قائدي أو قادتي المعركة من الجانبين في الوصول إلى يعني حل سياسي أو إيقاف مؤقت حتى ولو لأسباب إنسانية لإطلاق النار. بالعكس من ذلك تماما، الخطاب بدأ أكثر تصعيدا خصوصا خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم منذ نحو أسبوع وعشر أيام ظل الخطاب تصعيديا وخطابا ناريا، سواء كان من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو قائد الجيش الآخرين أو القادة الميدانيين من جهة، ومن جهة البيانات من جهة أخرى البيانات التي تصدر من منصة إكس أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدعم السريع أو التصريحات التي تصدر من قادة الدعم السريع، الخطاب يمضي إلى مزيد من التصعيد على الأرض أيضا كما نقل مراسلكم وكما ذكر في التقرير الذي افتتحتم به هذه النافذة أن المعارك على الأرض تزداد ضراوة
وأن الضحايا أعدادهم تزداد، وأن المآسي على السودانيين تتسع دائرتها، وأن حالة النزوح في حالة ازدياد مضطرد، وحالة اللجوء في حالة ازدياد مضطرد. الحالة الصحية أو المرضى هم الضحايا الأكثر لهذه الحرب، كما حصل لأطفال المصابين بالسرطان، كما حصل لمستشفى الأطفال في الفاشر، كما حصل للمستشفيات في مدني عندما قررت منظمة الأطباء بلا حدود تعليق أعمالها في الجزيرة وسحب طواقمها من هناك. كل هذه المؤشرات رغم خطورتها ورغم مراراتها ورغم مآسيها، لكنها لم تحرك ساكنا لدى قادة الحرب، لأن ليس لديهم حساسية تجاه حق الإنسان في الحياة. طيب، هل هناك بالفعل اليوم تقصير دولي في التعامل مع الأزمة؟ يعني التعامل الدولي إن كان من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، يعني جل البيانات لم تخرج عن الدعوة للتهدئة، القلق المتصاعد من الحرب الدائرة. يعني كيف تنظر، أنت موجود في باريس، كيف تنظر أوروبا اليوم أو باريس تحديدا للأزمة في السودان؟ هل أصبحت منسية لديهم؟ مع كل أسف المجتمع الأوروبي أو المجتمع الدولي عموما، سواء كان أوروبا أو الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا، كل هذه الدول تتعامل مع المأساة السودانية بقدر عالي جدا من النفاق واللامبالاة. يعني معلوم جيدا أن الملف حقيقي، القوى الحقيقية التي تمتلك ملف السودان تستطيع أن تحقق فيه اختراق هي الولايات المتحدة الأمريكية. والاتحاد الأوروبي طبعا مشغول بما ترتب على الحرب الأوكرانية، أزمات اقتصادية وارتفاع في الأسعار والبطالة وما إلى ذلك، لديه مشاكله، ولكن لا ينظر إلى الحرب السودانية باعتبار أنها تشكل حقيقة تشكل مخاطر على الأمن والسلم العالمي. وبالتالي كل الذي تقوم به هذه الدول هو يعني بيانات ورسائل المقصود بها المجتمع الداخلي، حتى لا تتهم من قبل منظمات المجتمع المدني والإعلام وهي والنقابات، وهي مؤثرة جدا في أوروبا، حتى لا تتهم بأنها تغض الطرف عن مأساة كبيرة مثل المأساة السودانية. يقومون بإصدار بعض البيانات وبعض يعني التصريحات التي لا تؤثر ولا تخرج من أضابير المكاتب التي تصدر منها. إذا كان المجتمع الدولي حريصا على إيقاف هذه الحرب، يعلم جيدا أن هنالك دول في الإقليم لديها علاقات حقيقية وتأثير حقيقي على قائد الجيش، وهنالك دول لديها تأثير حقيقي على قائد الدعم السريع. إذا كان المجتمع الدولي حريص لممارس الضغوط على هذه الدول، وتلك الدول دفعت طرفي الحرب إلى طاولة التفاوض، ولكن مع كل أسف المجتمع الدولي يتعامل بنفاق وبلا مبالاة لهذه الحرب. وحقيقي الآن حرب السودان أضحت الحرب المنسية. الآن حتى في التغطية الإعلامية في الإعلام الأوروبي لا يرد ذكر حرب السودان إلا في المستوى المتدني جدا بعد حرب أوكرانيا وبعد الأحداث في غزة وبعد الأحداث التي تحدث في بعض الدول العربية وبعض الأوروبية عفوا، وبعض المشكلات التي تعانيها الدول الأوروبية. فرنسا على سبيل المثال مشغولة بأزمتها مع دول الساحل الأفريقي، ألمانيا مأزومة بقضاياها الاقتصادية، بريطانيا مأزومة بأزمتها السياسية الناجمة عن الصراع داخل حزب المحافظين وصراعها مع حزب العمال والانتخابات المحلية. نعم. التي تعرض فيها الحزب الحاكم حزب المحافظين لهزائم يعني مخزية. لذلك الدول الأوروبية ليس من ضمن اهتماماتها الآن القضية السودانية مع كل أسف. شكرا جزيلا لك من باريس، المحلل السياسي السوداني محمد الأصباط. أما في تونس فقد أصدر القضاء بطاقة دعم السجن ضد المحامية سونيا الدهماني التي اعتقلت قبل يومين بسبب تصريحات اعتبرتها السلطات مسيئة بحسب ما أفادت مصادر الحدث. ومثلت الدهماني أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية اليوم وسط حضور عدد كبير من المحامين وفق ما أكدته مصادر الحدث. كانت الشرطة قد اعتقلت السبت الماضي الدهماني خلال اعتصامها بمبنى نقابة المحامين، لتعلن النقابة إثر ذلك عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد السلطة، من بينها تنفيذ إضراب عام بكافة محاكم البلاد كان اليوم، وأيضا يوم غضب وطني أمام قصر العدالة الخميس المقبل. قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس تمديد توقيف الصحفيين اثنين هما برهان بسيس ومراد الزغيدي
مقدمي برامج إذاعية في إذاعة IFM الخاصة ل48 ساعة إضافية. مصدر قضائي قال إن النيابة العامة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أوقفتهما على خلفية اتهامات بارتكاب جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية و نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة الآخرين. هذه النشرة الإخبارية انتهت. على رأس الساعة ساعة إخبارية الخاصة باليمن. شكرا لكم وإلى اللقاء.